فوزي بن زرت يكون احسن شد الكيب ناسيونال خاطر عنده خبره بالبطوله التونسيه وشد جمعيه الكبار الكل. نتصور بعد الفينال كاف ينجم يعاون الكيب ناسيونال بالبدا يعرف البطوله يعرف اللاعبين وينجم يعاوننا بالبدا. وبصراحه هوري كاسبرجاك ما عندوش برشا مع الكيب ناسيونال دونك شوف لازم نعطيوها فرصه. مش يروح انا من كم محب للنجم هذا الساحه. ما ساعدناش كجمعيه ليتوال شو خرج علينا فوزي بن زرت. موني كاسبرجاك معناتها تنجم تكون فوزي بن زرت خير منه. علاش خاطر فوزي بن زرت مدرب قوي ياسر هذاك قوي ياسر معناتها في التكتيك وفي كل شيء. معناتها ديجا هز ديجا خذ فرصه معناتها ورانا معناتها المنتخب عنده هيستوريك وبصراحه انترونير ما مانيش عارف كان عطاء فر ولا اما ما وصلش النتيجه. فوزي بن زرت ينجم يعاون ليكيب ناسيونال خاطر عاون قبل ليكيبات برشا وما طيحهمش. بشرى فوزي بن زرت كويسك عنده كارير كبيره معناها ويعرف كيف فوتبول تنزان وكذا. في الظروف هذه نجمش خاطر فما ايفيكتيف باهي وجوريات صغار معناها وعندهم ما يقولوا في الواحد. اونترونور كاباب يشد ليكيب ناسيونال. الاونترونور راه ما ينجحش وحده راه كامل الجوريات معناتها الجوريات لازم تعطي لي فورم تمشي معاه. ما وحده ما نجم يعمل حتى شيء. فوزي بن زرت حسب نشوف مدرب عمليه نجم يعطي المنتخب حاجه به المستقبل. نقطه كبيره باش يعاودوا يعاودوا معناتها سكريم جديد وظهر لك انه يعمل معناتها انجاز. انا ماذا بيا انا فوزي بن زرت هكا ولد معناها ولد البلاد يفهم ويعرف معناها الزوارات ويعرف القيمة نتاع التوانسة. هو بصراحة فوزي بن زرت أحسن مدرب في تونس. ونتائجه هي اللي تحكم عليه معناها هز الكوب الكل مع الجمعيات الكل. أما مع المنتخب التونسي ما نجحش في الكل. دونك ما نصورش أحسن شوية اليوم هو فوزي بن زرت. دونك نخير قبل ما نعطيه شونس أكثر لهوري كاسبرجاك.